تابعينا بصباحنا لليوم، وتاني فقراتنا رح نروح فيها لعالم الطفولة. فبعد انقضاء أو مضي الأسبوع الأول من المدارس، دخولنا بالأسبوع الثاني منها، ظهرت بعض الإصابات في المدارس والشعب المدرسية في عدد قليل بين الطلاب في المدارس. ولكن كيف يمكن للأهالي والكوادر التعليمية والإدارية اليوم حماية أنفسهم وحماية أطفالهم من العدوى أو الإصابة بفيروس كورونا، حتى نحمي حالنا أكيد ونحمي أولادنا للأيام القادمة؟ رح نطلع على جميع التساؤلات وجميع الإجابات الصحيحة من الدكتورة هند القائد، اختصاصية أطفال. صباح الخير يا دكتورة، صباح النور، أهلا هلا، وسهلا فيك. صباح أهلا فيكم. الخير. يمكن كان الشغل الشاغل للأهالي بالفترة الأخيرة هي فتح المدارس، إذا بدهم يبعثوا أولادهم على المدارس ولا لا. شفنا في إقبال كتير للطلاب على المدرسة، مرق الأسبوع الأول بلشت الإصابات اليوم تظهر، لأنه بنعرف نحن تقريبا بالأسبوع الثاني بتبلش الأعراض والعلامات لنقول هيدا مصاب كورونا. خلينا نعطي بعض الأعراض للأطفال للأهالي ليكتشفوا إنه طفلهم فعلا مصاب، وأنا استبق الوقت بحيث يعني يكون عندي استعداد لاستقبل أي تفسير، مثلا ارتفاع حرارة بسيط تفكر إنه تغيير جو، لا يكون في اختلاف تمام. بالأعراض. والحقيقة صار جدل كتير بموضوع فتح صحيح. المدارس وأخذ وعطى كتير، ونحن قدام سلاح ذو حدين. يعني المشكلة إذا ما فتحنا المدارس، ومشكلة إذا ما تواجهنا مع الموضوع بجدية واضحة، خصوصا بعد حتى انقطاع كبير. تماما يعني وانقطعوا القطاع طويل كامل، بداية الفصل الثاني هداك وهلأ نحن بلشنا، فاتخذ القرار بالدوام المدرسي. بس الوعي ممكن يخفف، ونحن حالنا حال كثير من دول العالم، يعني كل دول العالم فتحت مدارسها، فالوعي هو اللي بده يخلينا نقلل من شدة الإصابات ومن تواتر الإصابات. وهي كلمة مطاطة، يعني الوعي ما له شغلة سهلة إنه نحن نطبقه. فمن حسن حظ إصابات الأطفال إنه هي موجودة، يعني بيجيك الأهل بيقول لك الأطفال ما بينصابوا، لا الأطفال بينصابوا، وإنه الأطفال بس ناقلين. لا الأطفال بينصابوا، بس شدة الإصابة عند الأطفال غالبا هي أقل تختلف. بكثير من صحيح. إصابة الكبار، صح. لأنه مستقبلات الفيروس بالجهاز التنفسي، لحسن الحظ بالجهاز التنفسي السفلي أقل، فبالتالي الإصابة التنفسية السفلية واللي هي الأخطر بتكون شد قليلة، فبالتالي الشدة أقل، والأطفال أقل إصابة بالأمراض المزمنة، يعني مثلا السكري، قصور الكلية، توسع القصبات، انتفاخ الرئة، الأمراض المنقصة للمناعة، الأمراض الالتهابية المزمنة، هي والتدخين أقل، فبالتالي بكون عندهم إذا وجدت الإصابة كمان شدتها أقل. بس السيء بالموضوع إنه الأطفال إصاباتهم غالباً لا عرضية، وإن كانت موجودة فهي خفيفة، فبالتالي الطفل مصاب أو يكون إصابته ناقل. صحيح. خفيفة، وعم بينقل ينتقل بين الأفراد الأسرة أو أفراد المجتمع بصورة عامة، وهو ما عرفان حاله إنه مصاب، فبالتالي ينقل المرض أكثر، ووجد إنه حملة الفيروس بالأنوف الأطفال أكثر من 10 أحيانا ل 100 ضعف من الكبار، فبالتالي نقله للإصابة هو أكثر. نعم. فهي المشكلة، إنه الأهل بيفكروا إنه الطفل ما يصاب، لا الطفل يصاب، بس شدة الإصابة هي أقل. فمن هون يجب الوعي إنه نحن كيف نتدارك إنه من نحن خلال نتعامل أعراض بسيطة فينا نقول للأطفال. مشان طبعا ينتبهوا هلا الأهل. احنا قلنا في نسبة شي 30% أطفال لا عرضيين، أبدا أبدا. هلا جينا على الأطفال العرضيين، هون في أعراض المشكلة إن هي متفاوتة، يعني قد تجي بألم بلعومي خفيف، قد تجي بسعال خفيف، حرارة لا تتجاوز 38 وقد تصل لل 40، بس غالبا لا تتجاوز مدة 36 ل 48 ساعة. أنا ما عم بحكي على كلام قطعي، هذا في رنج بيناتهم، بس هي الأعراض. في كثير تجي أعراض هضمية لا لها علاقة بالجهاز التنفسي أبدا، تمام. ألم بطني، طفلي ما بده يروح على المدرسة بتفكر لأنه عم بيجعوا بطنه، بس هون الوعي بكيفية التعامل مع الألم البطني. قد تجي بصورة إقياء، إسهال معند شوي، طفح جلدي، والطفح الجلدي متفاوت بين احتقان متحمة أحيانا، بس عندك حمار بالعيون أحيانا، بيجي بشكل شري أحيانا، اندفاعات بأصابع اليدين والقدمين. فنحن بنقول للأهل أي عرض
اتصل وسأل طبيبك طيب شو نعمل طيب فيه. دكتورة، يعني هي الأعراض هي مشابهة لأعراض الإنفلونزا، تماما ولحد الآن تماما ما في ولا اختلاف أو معرفة بين أبدا الكورونا سريريا وبين إنفلونزا؟ سريريا لا تماما. بس هلأ بمع تغيير الفصول، يعني نحن كلنا هلأ عنا آلام بالبلعوم، عنا تعطيس شوي، تمام. ممكن تكون حرارة، ولكن خلينا بس نميز، يعني إذا كانت الحرارة ممتدة ليوم واحد فقط، هل يعني كورونا أو لا إنفلونزا عادية؟ سؤالك جوابه الدقيق، سريريا ما فينا نحكم، ما فينا نحكم، ما فينا نحكم أبدا. نحن ما بدنا نخوف الأهل، بس بدنا نقول لهم أي عرض. طفل عم بيقول لك ماما هلا، هو ما حيقول لك غايبة حاسة الشم والذوق عندي، بس بيقول لك هالأكلة مانا طيبة، ليش سكرها كثير، ليش سكرها قليل، ليش ملحة مو ظابط. أي عرض عند الطفل بدك تسألي طبيبك فيه، والطبيب ممكن ما عنده جواب القاطع. يعني انا مثلا بيقولوا لي في حراره، بقول خليكي بالبيت، حاكيني على التليفون، استوجب الفحص السريري جيبي لنا فحصه، بعده عن المدرسه. يعني الحقيقه نحن ما بدنا نخوف الاهل، بس بدنا نحكي واقع. نحن قدام حمى راشحه، العالم كله مجتازته، والاصابات عم بتزيد ما عم تنقص، بس التعامل معه والوعي هو اللي بده يخلينا نحن نخلص من هالتجربه الصعبه هي باقل الاضرار. لانه هلا مثل ما حضرتك حكيتي، الانفلونزا موجوده، هلا بلشنا فيها، والاعراض السريريه للانفلونزا كثير صعب تفرقيها عن الكوفيد 19 من دون فحوصات مخبريه، اللي هي بافضل بلاد العالم ما بتنعمل بشكل روتيني للتمييز. فاي يعني الاهالي ما عندهم القدره الماديه ابدا، يعني الوضع ابدا ابدا. يعني نحن عم نطلب الفحوصات الاقل ما يمكن نعملها، لانه اول شيء تشخيص الكوفيد 19 هو بقول لك مثلا ما طلع عنده كوفيد 19، طلع جريب عادي. احنا بنسمع هالحكي ما بعرف ليش، في الحقيقه رفض انه نعترف انه في كوفيد 19 عند صحيح. المريض صحيح. يعني الشغله كثير كثير عاديه، مثل ما بينصاب بالانفلونزا شخص بينصاب بالكوفيد، بس المشكله انه سيرايته اكثر. لازم نحن ننتبه لهالموضوع. يعني بيقول لك ما طلع انفلونزا، تسمع شنو ما طلع انفلونزا؟ هو لانه عم يصير في اختلاط، لانه عم يكون خفيف الشده، ما عم يكون ما دخل العالم عرضي. ايه تمام، فهيك العالم. بس خلينا نحكي عن الطرق الوقائيه، لما مثلا مثل ما قلنا 30% من الاطفال ما في عندهم اعراض، بعض الاطفال عندهم اعراض بس ما عم يتم تمييزها، عم يكون ناقل، يعني عم نشوف مدرس انعدى من الطالب، لانه ممكن ما في عندك مثل ما قلنا اجراءات وقائيه كامله، او بيكون يعني سهوا ممكن انا اشيل الكمامه، عم مشرح زياده، ممكن يعني هي طفره عين الواحد بينسى. خلينا نحكي الاجراءات الوقائيه للكادر ايضا التدريسي وللاهالي اللي عم يسمعونا. الاجراءات الوقائيه لازم تتخذ بحزم الحقيقه، بحزم وبتثقيف فعلا حقيقي. يعني مو حطوا كمامه غسلوا ايديك، انا بدي اقول له للطفل غسل ايديك، ما بقول له روح غسل ايديك، بقول له بدك علمه اقل شيء غسل اليدين جيدا بالماء والصابون 20 ثانيه، اقل شيء 20 وافضل 40 ثانيه. فكيف بدي اقول له روح غسل 20 ثانيه؟ بدي اقول له عد لل 20 مره، عد تصاعدي، مره عد تنازلي، مره بعلمه غنيه. يعني انا بدي وعي الطفل ليعرف يغسل ايديه 20 ثانيه، بعلمه غنيه بسيطه تتجاوز مثلا 30 ثانيه حتى ما يمل هو عم يغسل ايديه. فالوعي باول هي بغسل اليدين، يعني مو والله روح غسل ايديك، ولازم تتوفر المواد لغسيل صحيح. اليدين. يعني نحكي على ارض الواقع، هذا الشيء هو صعب بافضل الظروف، العالم هي صعبه، فما بالك عنا بهالظروف. ففعلا بدنا نعلمه كيف نغسل ايديه. هلا وضع الكمامه تحت العمر 5 سنين اكيد ما رح يقدر يلتزم فيها، الموضوع عندك بين الستة لل 11 سنه، هون الموضوع مطاط حسب وعي الطفل، وعي الجماعه اللي حواليه، وجود ناس مرضى ولا لا. هون بعد ال 11 سنه هي وارده وضع الكمامه. حتى وضع الكمامه كمان احنا مو وضعنا كمامه يعني خلص وضعنا، اول شيء بيكونوا ايدين ضافي وعم يوضع الكمامه صح. يعني ثاني شيء الكمامه بقياس مناسب تغطي الانف والفم والذقن، يعني مو حطينا الانف على نزلناها لتحت، يعني نحن خلص حطينا كمامه. يعني التعامل مع الكمامه شغله ما انا سهله. وفي شيء اسمه القناع الوجهي صحيح. هلا عم بيحطوا البلاستيك، هذا اخف ازعاج، يعني لو انه مو هالوقايه التامه بس هلا افضل السبل للتقليل من شده الاصابه. فقناع الوجه فعلا شغله منيحه.
وتنظيف الأسطح بالمدارس يعني لازم عن جد، لأنه الفيروس هذا يقتل بالمطهرات، يعني ما نو صعب أنك تقتليه، فمو مثل غير جراثيم أو فيروسات. فتنظيف الأسطح وبكمية مناسبة من المنظفات، لا نزيد العيار كمان كثير حتى ما تسبب تخريش للجهاز التنفسي وإزعاج للأطفال. تهوية الصفوف جيدا، يعني نحن صحيح مضطرين على الازدحام بالمدارس، هذا شيء واقع ما بدنا نهرب منه، بس معنى لما نطلع الطفل فعلا نهوي، نفتح شبوافز، نفتح أبواب، نستغل هلا الطقس بعد شمس يعني تماما، يعني قدر الإمكان نهوي. يعني هو احنا عم نتعامل مع فيروس واقع ما بنعرف عنه لسه الكثير، ما بنعرف عنه كثير، فقدر الامكان بدنا نتعامل مع هالحرب الشرسه يعني الحقيقه بهالطرق هاي يعني. والكادر التدريسي هو اللي كمان لازم يكون واعي، يعني بتلاقي مرات للاسف ما في وعي، حتى المعلمة بتقولك لا هذا خفيفة ألم بطني عم بيوجعه، لا نحن مو هيك، ما بدنا نضحك على حالنا، يعني لازم يكون الواقع حقيقي، ما بدنا نخوف، بس كمان لأنه الاستهتار بهالموضوع بده ينشر المرض، ونحن هذا اللي خايفين منه الحقيقة. تمام يعني. دكتورة خلينا ننتقل ونحكي بموضوع الغذاء الصحيح للطفل، يعني شفنا بالفترة الماضية وقت الهجمة الكتير كبيرة لفيروس كورونا صرنا كلنا ناخذ زنك، فيتامين سي، فيتامين دال وفيتامينات كثيره بشكل عشوائي. في عالم صار عندها فيدباك من هي الفيتامينات لانه اخذوها بلا تحليل واخذوها بلا شيء. للاطفال شو المسموح ياخذوا؟ خلينا نحكي بشكل دوائي وليس بشكل غذاء صحي منزلي. الفيتامين سي مسموح، شو هي الفيتامينات يلي ممكن تقوي جهاز المناعه ولازم ياخذها، وشو هي يلي ما لازم ياخذها؟ هلا هو بالعيادة كتير نسأل شو ناخد أدوية شو ناكل، يعني إنه بدنا نحط همنا أخذنا الدواء أخذنا الأكل ما عدنا نصاب بالكوفيد 19، وهو هذا آخر شيء، مو آخر شيء بيجي بس هذا مردف يعني رديف، مو ابدا عائل. الوقايه والكمامه والتنظيف والغسيل وتهويه، يعني نحن بنشدد على هدول قبل الغذاء والدواء. الغذاء اي غذاء للطفل لازم يكون غذاء متوازن من حيث المبدا، ما في لهلا اثبتت الدراسات لا الفيتامين سي ولا الزنك ولا الدال، يعني الدال طبعا هو بحرض المناعه، بس في حال نحن غذائنا متوازن وما في عندنا عوز للفيتامين سي وللفيتامين دال عادي، ما لازم ابدا نجيب اي اضافات. قلت لك صفي لي دواء، صفي لي فيتامين، مكمل غذائي. هلا في نسبه كبيره عنده العوز، نحن بهالظروف هي الصعبه بدنا نشدد مثلا فيتامين سي، العبوه الفيتامين سي وصل سعرها للالاف، ما في داعي اصلا. إذا قدرنا نأمل لها الخضار الطازجة والفواكه، مع أنه علمي الأسعار غالية، فليفلة خضرة البقدورة تمام، الخضار كلياتها، البقدونس، يعني الغذاء المتوازن، وللأسف أنه هو سعر الغذاء نفسه صار غالي، بس بيتم أوفر من وأكثر علميا من تطبيق فيتامين سي ولا حبة فوارة اللي هي أصلا بجرعاتها العالية عم تنهك الجسم. ونفس الشيء للزنك، الزنك كمان زيادته له مشاكله من مشاكل فقر الدم وعوز الحديد، يعني يفترض يكون الغذاء متوازن، نركز عليه، اللبن، الحليب، النوم الجيد. صحيح. يعني احنا النوم هو أساس طب دكتورة يعني في فيتامينات للأطفال ولا لا؟ هلا نحن في مجموعه فيتامينات طبعا، بس نحن بيجوا اشكال وعلى شكل مضغوطات، شراب، غام، يعني في كثير، بس نحن ما بدنا نقول لهم للاهل خذوا الفيتامين خلاص، بس بالمطلق الاهل بيكونوا عم يعطوا اولادهم فيتامينات بسبب في ناس ما بتاكل كثير كذا بشكل مستمر. صحيح. ما بيمنع كمتمم غذائي خفيف، بس مو انه هذا البديل عن الغذاء ابدا. ابدا ما هو البديل، ولا هو اللي رح يحميك 100% من الكوفيد 19، لا ابدا، طول ما الغذاء صحيح واخذ حتى يكون في عنده وعي. ونحكي صراحه ما بدنا نكذب على الاهل وعلى حالنا، يعني لا، الغذاء المتوازن اولا. انا بلاقي ولد فعلا اكله خفيف، الاهل كلهم بيقول لك ابني اكله خفيف، النسبة الأكبر أهل أكلوا خبز، بتلاقي عم بياكل شيبس، عم بيشرب كولا، هالعصائر، العصائر كتير سيئة، صحيح، سكريات عالية، بالعكس خلي ياكل فواكه بقشرة، التفاحة بقشرة، الألياف، الفواكه شغلة كتير منيحة، مو عصير الفواكه، خلي ياكل الفواكه بألياف. بس الأهل لازم يتعبوا بهالموضوع، يعني ما يسندوا حالهم أنه أخذنا محنا 5 ملي والله فيتامين وارتحنا، لا، بدك تتعبي بالموضوع، يعني التعب هون نحن قدام حرب، حرب حقيقية. صح. يعني إذا ما جابهنا حالنا بالعلم وبالوعي، وللأسف أنا كتير بحكي بلي دكتور ما أنا رشح، ممكن يكون رشح، بيسألوني هو
كأنك إذا قلتي إنه هذا احتمال كوفيد-19 يعني يا لطيف، لا يا أخي هذا احتمال، بس أنت روح على بيتك عندك مسن، مو تروح على المدرسة ويرجع الولد ناخده لعند سته. ما ضروري هالزيارات الجدة والست اللي هن عندهم أمراض مزمنة ومون هيك، عود هالأيام مالي عودوا ببيتكم، يعني بدنا ننقسر، ما فيها مجال. والا قلتي يمكن جمله كثير مهمه هي يعني التعويل على الوعي، لانه عم نشوف بالاونه الاخيره انه عم يعتبروه قريب، حتى الكمامات والقصص مرت فتره العالم التزمت فيها، هلا عم تخف بشكل كثير كبير. نحن امام موجه ثانيه مع بدايه فصل الخريف كما يقال ولا لا؟ هلا الامور الحقيقه مختلطه، هلا صرنا بالانفلونزا. هلا لاحظوا بنصف الكره الجنوبيه لما كان عندهم الشتاء هن لاحظوا انه التباعد الاجتماعي خفف الانفلونزا اللي هي عندهم اياها، فهي عامل جيد انك تباعدوا فخفت الانفلونزا. ونحن بوجود التباعد اذا قدرنا ما رح نقدر نحققه مزبوط، بس قدر الامكان هيك خففنا من الانفلونزا اللي هي للاسف هلا جايه ومن الكوفيد 19. تمام دكتورة، دائما مع بداية تشرين بنلجأ إلى لقاح الجريب عند الأطفال، بنستناه بحرارة حافظة محددة وبنستناه لحتى يجي ناخده عند طبيب طبعا. ولكن هل هذا الشيء بيخفف من كورونا؟ هي الاستفسار يمكن يعني هذا التساؤل كثير لازم نجاوب عليه بشكل علمي ومنطقي لحتى نعرف الاهل انه في داعي ياخذوا لقاح الجريب الاطفال ولا لا. لقاح الجريب نحن ما بنعطيه بشكل عشوائي، كنا اول شيء من اي عمر لازم؟ من 6 اشهر تقريبا لعمر الكهوله والشيخوخه. لقاح الجريب هو بيتجدد سنويا حسب الحمات الراشحه الاكثر شيوعا. اللقاح الجريب يحمي من الجريب فقط. تمام، بس اللي صاير انه لما شخص عنده مرض مزمن، عنده نقص مناعه، هذا المريض عنده اطفال عندهم امراض ربويه، عندهم امراض مسببه انتانات تنفسيه متكرره، نقص مناعه، ما هدول نحن بنقول لهم ايه خذوا لقاح. افات قلبيه بنشجعهم على اخذ لقاح الجريب، لانه اللي بصير انه لما الانفلونزا بتحارب الجهاز التنفسي وبتسبب فيه التهاب، وإذا كان زعتريقة مثلا، اللي بيجي الكوفيد 19 بيلاقي سوري تربة مناسبة ليعمل إنتان ثانوي، يعني غير الإنفلونزا بيلاقي تربة مناسبة لينتهك الجهاز التنفسي ويعملنا إنتان بالكوفيد 19. فهلأ بهالظروف هي وعالميا يشجع أخذ لقاح الجريب لأغلبية الأشخاص وخاصة اللي عندهم مشاكل. بالوقت الأي أحسن دكتورة؟ مع بداية تشرين ولا هو ما في وقت أفضل؟ بس نحن مشان نكسب الفرصة هو المفروض ببداية الشهر التاسع. هلأ الحقيقة ببلاد العالم في منهم بلشوا نزلوا وفي منهم لسه ما نزل، نحن عنا هلأ لسه ما وصل يعني، بس إن شاء الله بس يوصل بسعر مقبول، ما يعني ما تصير لعبة. هلأ الطلب عليه زاد بشدة فهون المشاكل اللي بدنا. وفي لقاح هو لقاح الرئويات الحقيقة كمان، هذا يفترض ياخذوا الاطفال، ياخذوا المسنين، ياخذوا اللي عندهم مشاكل مزمنه بالجهاز التنفسي او بنقص المناعه. بس كمان مكلف كثير جدا، بس مكلف جدا يعني. هي مثل ما عم بقول لك نحن قدام حرب للاسف. يمكن دكتور الحديث عن هذا الموضوع يطول، حاولنا خلال هالفتره القصيره ناخذ بعض الاستفسارات كثير من الناس عم تتابعنا. اكيد نتشكرك الدكتوره هندة القائد اختصاصيه امراض اطفال، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك دكتوره، فرصه سعيده. اهلا وسهلا، شكرا لك.